الروح تسري والملائك حولنا طال المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحشتوني، ربنا يجمعنا دائما على الخير يا رب العالمين. وكما تعودنا ببدأ الدعاء لمرضى المسلمين، بدعو لوالدي دعاء من كل قلبي، ربنا يا رب يشفيه ويرفع عنه ويخفف عنه يا رب العالمين. وادعو لوالدة أخي الحبيب الأستاذ محمد المدني، وبدعو لأخي الحبيب مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي ووالدته وحماته وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، ربنا يا رب يمسح المرض عن كل المسلمين يا رب العالمين. وبندعو لموتى المسلمين، بندعو للحاج الحبيب الغالي الحاج محمد عبد العاطي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه، وأن يجعل كبرنا جميعا روضة من رياض الجنة ولا يجعل حفرة من حفر النيران. اللهم آمين يا رب العالمين. نكمل النهاردة لقائنا الثالث في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. عايز أقول يعني أنا يمكن في الوقت الحالي يعني من أسعد لحظات حياتي وأنا بقعد أحضر في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. قبل كده لو تفتكروا في نفس في قناة الناس كنا تعايشنا مع 10 دروس أو 12 مش فاكر الحقيقة في شرح لا تحزن وابتسم للحياة، والآن بنتعايش مع كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. تستشعر أن في أوقات معينة تستشعر أن الإنسان بيحتاج لحد يفتح له باب الأمل، أن فتح باب الأمل ده مهم جدا ومطلوب جدا، خصوصا في أوقات بتحس أن الحياة بقت فترة قوي، تحس أن الحياة ناس كتيرة جدا بتقول لك إحنا بقت الحياة ملهاش طعم، الحياة بقت مملة، ناس كتيرة بتشتكي الشكوى دي. ويمكن لما تقعد مع حبايبك واصحابك تجد الكل كده، حتى يعني عايز تعرف الناس متضايقه ولا مش متضايقه، انزل اركب عربيتك وسوق وسط الناس وشوف الناس بتعمل ايه ببعضها، يعني ايه اللهم رحم الله سبحانه وتعالى، يعني إيه مشاكل مشاكل. فاحنا محتاجين نقول ان 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 حتى لو في مشاكل كده كده ربنا هيفرج الهموم والمشاكل هتروح، وحتى لو المشاكل لا قدر الله ما راحتش فاحنا كده كده ايام ومقضينها وماشيين، واحنا بقى اللي مروحين وسايبينها عشان ربنا يكرمنا في جنه عرضها السماوات والارض. لكن ان شاء الله املنا في الله كبير، ان الهموم كلها هموم الامه كلها، مش هموم الشخص ولا الفرد، هموم الامه كلها ان شاء الله تفرج خلال ايام معدودات ان شاء الله، وتعيش الامه بقى عشان تنشغل بدينها وبعقيدتها وإيمانها وعبادتها، وإن احنا نتأهب للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. حقيقة أحيانا في وسط مشاكل الحياة، في وسط مشاغل الحياة، ممكن ناس تنسى إن احنا كلنا مروحين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. ممكن ننسى في وسط الهموم دي كلها، وممكن الهم يزداد لأن أنا متخيل إن أنا هفضل عايش حياتي كلها بالمنظر ده، مع إن ممكن أنا ما كملش حياتي، ممكن يعني مش ما كملش حياتي إن أنا أموت قبل أواني، لا طبعا حاشا لله، أقصد ما كملش حياتي اللي أنا رسمها لنفسي. أنا متخيل مثلا إن ربما أعيش 60 70 80 سنة، ممكن ما كملش السن دوت،
وألقى الله سبحانه وتعالى بدري، فيكون أسعد يوم ليا يوم ما ألقى الله سبحانه وتعالى على طاعتي، ومن مات على شيء بعث عليه. تخيل حضرتك لو إن الواحد فينا مات وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، مات وهو بيقبل إيد أمه أو إيد أبوه، مات وهو بيعطي صدقة اليتيم من اليتامى، مات وهو بيكرم إنسان يعني على وجه الأرض، أيا كان هذا الإنسان مسلم أو غير مسلم. فالإنسان لما يعني يحسن إلى أي إنسان على وجه الأرض فهذا من الخير الذي يؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يخص هذه الرحمة بالمسلمين فقط، بل قال للعالمين. فكما قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن والطير والوحش. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. درس الليلة دي بعنوان تفريج هم الأنبياء، عشان عايز نبعت أربع رسائل لحضراتكم قبل ما نبدأ في العنوان دوت. الرسالة الأولى عايز أقول الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. خد بالك ما قالش النبي عليه السلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره بعضه إلى خير وبعضه إلى شر، إنما قال إن أمر المؤمن كله إلى خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن بس يا جماعة هو اللي لما يجيله حاجة تبسطه وتسعده بيشكر ربنا وما بينساش فضل ربنا سبحانه وتعالى، ولما يجيله حاجة تتعبه وتضايقه بيصبر ويحتسب. وليه النبي عليه السلام ما قالش عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد للمؤمن؟ إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء راضية. لأن الرضا ده مرتبة عالية جدا ممكن إنسان ما يطولهاش، ولذا من رحمة ربنا أن جعل الرضا مستحبا وليس واجبا، لكن جعل الصبر واجبا، لأن كل إنسان يستطيع أن يصبر. وما أجمل أن يكون هناك صبر جميل، أن أنا أكون صابر وما عنديش اعتراض ولا تسخط على قضاء الله ولا على قدره، أن أنا راضي يا رب العالمين، راضي بقضائك وصابر، لكن ما وصلتش لمرحلة الرضا اللي هي أن أنا ممكن بالنسبة لي أنا أتخيل أن الرضا ده أن أنا أكون سعيد جدا بالابتلاء، كما كان بعض السلف كان إذا لم يبتلى لمدة مثلا معينة 6 شهور سنة كان يبكي ويقول: ما لنا كأنه قد تودع منا، كأن ربنا مش عايزنا. فيا ربي يعني درجة أن زوجة من السلف طلبت من زوجها الطلاق لسبب عجيب جدا، بتقول له: تزوجتك منذ عام وما رأيتك تبتلى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فأنا أخشى ألا تكون ممن أحبه الله وأكون قد تزوجت رجلا يكرهه الله سبحانه وتعالى. فطب إيه المطلوب؟ قالت له: طلقني. فطب يا بنت الحلال. طب قالت له: مش ممكن، ما أقدرش أعيش مع واحد ربنا بيكرهه، أنت ربنا لو بيحبك يبتليك، أنا ما رأيت عليك بلاء أبدا. فرايحين عشان يطلقها، وهو ماشي في الطريق اتكعبل اتخبط نزل في دماغه اتفتح دماغه اتعور. قالت له: الان قد رضيت، خلاص يعني كده ايه، انا مبسوطه كده وانت زوجي حبيبي ما دام دماغك مفتوحه يعني. طبعا مش معنى كده ان كل واحده تشوف زوجها مش مبتله ومفتحه له دماغه عشان ايه، عشان تعيش معايا. يعني ربنا يا رب ما يفتحش دماغ حد، يعني ما يكونش ما يقدرش هذا على حد يعني. الشاهد في الموضوع ان تفريج هم الانبياء، اول حاجه قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن، قلنا الحديث كله. الحاجه الثانيه، الرسالة الثانية، الحديث الذي رواه مسلم. طبعا الحديث الأولاني ده بيبعت رسالة عظيمة جدا، يعني الرسالة العظيمة ان فعلا عجبا هو فعلا عجبا لأمر المؤمن، ان المؤمن ده دايما في كل الأحوال هو عبد لله سبحانه وتعالى. لأن لما نسأل واحد مؤمن نقول له: ايه المطلوب من حضرتك؟ تكون غني ولا فقير؟ تكون وزير ولا غفير؟ تكون صحيح ولا مريض؟ فالإجابة: مطلوب مني أن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى، سواء كنت غني سواء كنت فقير سواء كنت وزير سواء كنت غفير سواء كنت صحيح سواء كنت مريض، في كل الأحوال أنا عبد لله سبحانه وتعالى، في كل حالة أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وأعيش كعبد لله. شوف متطلبات العبودية: في أثناء المرض أعمل إيه؟ أن أنا أصبر وأرضى أصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. متطلبات العبودية أثناء الصحة: أن أنا أحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن أنا أستثمر جسدي وصحتي وعافيتي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وما أعصاش ربنا سبحانه وتعالى بالنعمة اللي ربنا أعطاها لي. دي حاجة جميلة جدا جدا، الإنسان ما يعصاش ربنا بنعم الله سبحانه وتعالى، والإنسان لابد أن يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى
ومن باب التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. الأستاذ كريم كان معنا المقطع، ربنا يبارك فيك تجهزه. من باب التحديث بنعمة الله قبل ما نخش في موضوعنا، فأنا أحمد الله سبحانه وتعالى وأسجد شكرا لله سبحانه وتعالى على أن يعني أنا عمر في حياتي، يعني في حياتي الدعوية 22 سنة قسما بالله سبحانه وتعالى، عمر في حياتي لا جريت ورا رسالة الدكتوراه ولا جريت على ان انا اقدم اي بحث. انا عندي 220 كتاب، اللهم لك الحمد يا رب والنعمة والمنة، كل المنة لله سبحانه وتعالى والفضل كله لله، وانما كل هذا الخير من عند الله سبحانه وتعالى. عندي 220 كتاب، ال 220 كتاب دولت يعني اظن حتى لو كنت قدمت منهم مثلا حتى يعني 20 كتاب كنت ممكن اخد بهم 20 دكتوراه، لكن عمري ما فكرت في هذا الموضوع ابدا ولا خطر على قلبي ابدا. حتى ان بعض الحبايبي كانوا يقولوا لي طب ما يعني ما يعني عشان بس ايه يعني طب ما نشتري لك دكتوراه، اقول له اشتريها ليه؟ ولا حتى لو اديتني هديه اعمل بها ايه؟ فانا لا ابحث عنها. لكن زي دائما كما يقولون الانسان لما ما يجريش ولا حاجه هي بتجي له لوحدها. فقدر ربنا، قدر المولى عز وجل اني من كام يوم فوجئت باتصال من اخوه افاضل من الكليه الامريكيه للتنميه البشريه، فاخبروني ان هم كانوا عاملين بحث خلال سنه 2012 لاختيار اكثر 7 شخصيات مؤثره في الشرق الاوسط والوطن العربي، فاختاروا في مجال الفن الاستاذ محمد صبحي، واختاروا في مجال الاعلام الدكتور عمرو الليفي، واختاروا في مجال الرياضه الكابتن محمود الخطيب، واللهم لك الحمد والمنه، واختاروا في مجال الدعوه العبد الفقير الى الله محمود المصري، فاختاروني كاكثر شخصيه مؤثره في الشرق الاوسط. وانا اعترف وادين الله سبحانه وتعالى ان انا والله العظيم ما ارى في نفسي اي شيء بالمره، وانا لا استحق اي شيء، ولا ارى في نفسي ان انا احسن من اي حد في الدنيا. انا بقول كل الدنيا احسن مني، وكل من يدعو الى الله سبحانه وتعالى حتى لو بادئ بقاله 6 شهور انا اعتبره احسن مني، وبعتبر كل انسان افضل مني حتى لو ما كانش في الدعوه. فانا لا ارى لنفسي فضلا ابدا، وانما هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فاختاروني وكرموني ومنحوني الدكتوراه الفخريه. وحتى كان تعليقي في حاجتين، يمكن المقطع اللي هيجي هيكون مش كامل، لكن يعني كان تعليق في حاجتين. التعليق الاولاني ان اتمنى ان يكون تكريم الدنيا موصول بتكريم الاخره، اللي هو الاصل اللي انا اجري وراه، ان يوم القيامه يقال خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. الحاجه الثانيه ان عايز اقول ان انا اهديت هذا التكريم لامي الله يرحمها رحمه واسعه، لاني عاهدت رب سبحانه وتعالى ان كل عمل اعمله، كل كتاب، كل محاضره، كل دعوه، كل حد يسلم على ايديا، يلتزم على ايديا، واحده تلبس حجاب على ايديا، نذرت لله سبحانه وتعالى ان يكون كل ذات في ميزان حسنات امي الله يرحمها رحمه واسعه. وده عهد ابدا عمري ما اتخلى عنه ابدا، ان كل دعوتي يا ربي وكل حاجه تحصل لي خير، وكل انسان يلتزم على ايديا، وكل انسان يسلم على ايديا، وكل خير يحصل لي في دعوتي ان يكون في ميزان حسنات امي الله يرحمها رحمه واسعه. التعليق الاخير اللي قلت ان لو كرم الانسان المفترض ان هو ما يريحش بقى، لا يشتغل اكتر واكتر، لان ان كنت انا قدمت حاجه خلال 22 سنه اللي فاتت، فاللي جاي ان شاء الله ربنا يقدرني واقدم اكتر، بس ربنا يديني الصحه ويشفيني عشان اقدر اقدم للامه اكتر واكتر. لاني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اهل بدر لما قيل لهم فقد غفرت لكم، والله العظيم ما قالوش خلاص بقى ما فقد غفرت لكم، لا يمكن ان حق سبحانه وتعالى يمنح العبد منحه ويرجع فيها، حاشا لله. فهم عارفين ان خلاص فقد غفرت لكم، يعني هم من اهل الجنه خلاص، ورغم ذلك ازدادوا طاعه وعباده، وازدادوا قياما لليل وصياما واستغفارا وبكاء وخشوعا. فانا عايز اقول ان كنت منحت هذه الرساله، رساله الدكتوراه الفخريه، الا اني ان شاء الله سأنساها تماما وكأنها لم تكن، وأبدأ كأني ببدأ في الدعوة من الألف للياء، وأبذل جهدي أكتر علشان أقدر أن أوصل الخير دوت للناس بأبسط طريقة وأحسن طريقة. ورفعتها شعار من 22 سنة، قلت بنرفع شعار البسمة والرحمة، وسأظل لحد آخر لحظة في حياتي أرفع شعار البسمة والرحمة. نشوف التقرير مع بعض ونرجع لكم مرة تانية، فاصل قصير. صلى على الحبيب. القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً أنا سعيد أن أنا موجود بينكم في هذا المكان المبارك، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى إني لما بدأت دعوتي من 22 سنة كنت دايماً برفع هذا الشعار، بقول ترفع شعار بالبسمة والرحمة، لأن ربنا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شيء جميل إن شاء الإنسان يشوف ثمرة دعوته وذريته وهو عايش، لأن في ناس ممكن ما تكونش شافت ثمرة دعوتها إلا بعد ما ماتت، وياما ناس عظماء وأكابر ما شافوش الثمرة دي وهم عايشين، أمثال الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم وإما كبار جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. سعيد إن أنا أكرم في الدنيا وأحصل على الدكتوراه الفخرية من الكلية الأمريكية كأكثر داعي مؤثر في منطقة الشرق الأوسط، وأهدينا لكل إخوان الدعاء، وبقول لست بأفضل الدعاء، في ناس أفضل مني ألف مرة، ولكن ده اصطفاء ربنا وكتب ربنا سبحانه وتعالى. فبنتعامل مع الناس مش من منطلق إن أنا أفضل منك فبعلمك، لكن من منطلق إن أنا أخوك فبقدم لك النصح، تقبله مني فبيها ونعم بعيني، ما تقبلوش مني فأنا بأذكر وأبلغ والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يعني أحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا وفقني من بداية دعوتي، إن دائما من أكثر من 22 سنة كنت دائما أقول من أول لحظة في حياتي يا رب نرفع شعار البسمة والرحمة، فكان شعار جميل قوي قوي، ما كنتش أتخيل إن الثمرة بتاعته ممكن أشوفها في حياتي بالشكل اللي أنا شفته. في ناس كتيرة جدا ربنا أكرمها بالدعوة لكن ما شافتش ثمرتها أو ثمر دعوتها في حياتها. ربنا أكرمني بأكتر من 200 كتاب الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمني بأكتر من 1000 محاضرة، ربنا أكرمني بأن أنا بحب الناس والناس بتحبني، ودي ببركة ربي سبحانه وتعالى أولا، ثم بركة دعاء أمي الله يرحمها رحمة واسعة. كوني أني أكرم النهاردة وأحصل على الدكتوراه الفخرية من الكلية الأمريكية للتنمية البشرية شرف كبير لي إن شاء الله، وإن كنت أنا أرى في نفسي أني لا أستحق، لكن هذا فضل المولى عز وجل، وأتمنى أن أنا أبذل لديني وأقدم لديني أكتر وأكتر، وبتمنى أن ربنا يستخدمني. إن الله إذا أحب عبدا استعمله، قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. أنا دكتور أحمد أنا بقعد في مكتبتي من أجل دروسي وكتبي يوميا من أذان الظهر لأذان الفجر يوميا، والله العظيم أنا لا أرى الدنيا لا أرى شيء، حتى مسجدي تحت بيتي ما بشوفش الشمس، لكن أنا مع كل التعب ده أنا ببقى سعيد جدا جدا أن يجيني رسالة على موبايلي أن أنا اهتديت بسببك، أنا لبست الحجاب بسببك، أنا أسلمت بسببك. دي هي الجائزة، دي عاجل بشرى المؤمن، وعشان تكتمل البشريات ربنا يكرمني النهاردة بهذه الرسالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حافز لي أكتر، أن أنا مش أقعد بقى وارتاح، لا أن أنا أبذل أكتر وأكتر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومع ذلك ازدادوا طاعة لله. فأنا النهاردة إن شاء الله أزداد طاقة وبذل لطلب العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى رحمة وعلى بسمة لآخر لحظة في حياتي مع المحبرة إلى المقبرة. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا من هذا المكان الطاهر المبارك أهدي هذه الجائزة لكل أحبابي وإخواني من الدعاء، اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في دعوتهم يا رب العالمين، وأن يوفق كل داعي يا رب، ويجمعني وإياه ويجمعني وإياكم جميعا في الفردوس الأعلى. كل داعية على وجه الأرض له فضل علي، وكل ده وكل إنسان على وجه الأرض له فضل، وكل مسلم له فضل علي. وعايز أقول إن إحنا كدعاء فريق عمل، يعني معلش مع بعض التشبيه، زي فريق كورة لما بيجي لعيب النهاردة بياخد أحسن لاعب في العالم بيقولها بكل أدب وبكل رحمة، بيقول يعني الفضل مش ليا لوحدي، الفضل لكل اللي بيشاركوني في الملعب وهم اللي كانوا بيناولوني كورة عشان أوصلها.
فعايز أقول إن إحنا كدعاء ربنا يا رب يبارك في جميع وأهدي لهم جميعا هذه الجائزة. وبقول إحنا فريق، مش أنا الواحد اللي بحقق جائزة ولا غيري، إنما إحنا فريق بنتكامل وكلنا بندعو الناس من حولنا، وده بيقرب وده بيقرب وده بيقرب، ولما بيقترب الناس من إطار الدعوة الجميلة ديت، فالحمد لله رب العالمين بتجيب نتيجة كويسة جدا جدا. وربنا يا رب يؤلف بين قلوب المسلمين وقلوب الدعاء خاصة يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نبدأ موضوعنا. قلنا أول رسالة، قلنا عجبا لأمر المؤمن، لأن فعلا المؤمن فقط هو اللي لما يجيله نعمة بيشكر، ولما تجيله ابتلاء بيصبر ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يحضرني طبعا قصة الحافظ ابن حجر اللي هو يعني عالم من أعلام الحديث في بلدنا الحبيب مصر، وكان بيشرح فتح الباري في مسجد عمرو بن العاص في المكان اللي أنا عشت فيه عمر كله في منطقة مصر القديمة وجامع عمرو. الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام، هو كان قاضي القضاة في مصر، كان رجل له ما شاء الله سمت جميل كده وقبها، خارج مرة فقابل واحد يهودي فبيقول له: يا إمام سؤال. فقال له: تفضل. قال: ما معنى بما تفسر؟ طبعا اليهودي في الوقت ده كان لابس لبس مقطع وكان حالته صعبة جدا، والحافظ ابن حجر لابس لبس وبها كده وطالع لمجلس القضاء. فقال: بما تفسر قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، مع ما ترى ما فيما أنا فيه من البلاء والضنك والشقاء والفقر والضيق، وأنت في تلك الأبهة والجمال والمال؟ فقال: يا هذا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقصد ما أقول لك. أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والمال والجمال يعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى إذا مت على التوحيد والإيمان، وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والشدة والضيق والفاقة تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي بيطمنك: يا أيها المبتلى، بيقول لك الدنيا طبيعتها كده، طبيعتها أن هي سجن المؤمن وجنة الكافر، هم يتمتعوا في الدنيا، لكن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لنا الآخرة. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب على حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فقال له: يا رسول الله، يعني كسرى وقيصر والروم والفرس، الفرس والروم فيما هم فيه من الدباج والحرير والنعيم، وأنت تنام على الحصير وأنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمر، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي بقى المسألة عز وجل حضرتك، أن ربنا جعل لنا الآخرة وجعل لهم الدنيا. يعني الدنيا دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الرسالة الثالثة اللي هي: لست وحدك. يعني الإنسان حينما يبتلى، حينما يحصل له أي ضائقة سواء مادية سواء صحية، سواء يبتلى في زوجة أو زوجة تبتلى في زوج، أو الاثنين يبتلوا في أولادهم، أو أي حاجة، أو تبتلى بمن يعاديك أو يؤذيك أو يفعل بك أي حاجة أو يدبر لك المكائد والمؤامرات، فلست وحدك، لست وحدك. ويكفي أن أنت تعلم من سير الأنبياء والصحابة والصالحين كيف كانوا يبتلون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد الدين، على قد الدين اللي أنا فيه، على قد الحالة الإيمانية اللي أنا فيها يزداد البلاء أو ينقص. إن كان العبد إيمانه عالي جدا جدا يشتد البلاء، إيمانه قليل يبتلى على قدر دينه. ولذلك كان من ضمن النعم العظيمة جدا نعمة التسلية، إن الإنسان مش ربنا يعافينا فيك مش بيتمنى الشر للناس، لكن حينما تجد مثلا واحد مريض مثلا، طول ما هو قاعد في البيت عمال بيصرخ ويصوت ويبكي وتعبان نفسيا أكتر من أنه يكون تعبان جسديا، خد نفس المريض ونزله في قسم مثلا ناس مثلا 30 واحد موجودين في عنبر واحد، والكل مصاب بنفس المرض مع الدرجات بتاعته بقى، يعني واحد مصاب بمرض بنفس المرض بس إيه على خطورة، مثلا مرض ربنا عافينا عافيكم، واحد مصاب مثلا في المخ، التاني مصاب في إيديه، التالت مصاب في رجليه، التالت في بطنه، في بطنه، وكل واحد بيبتلى يعني إيه ابتلاء طبعا بيختلف عن التاني لكن هو نفس المرض.
فلما يروح هناك في العنبر يشوف 30 واحد مرضى بنفس المرض، وقد يكون هناك من هو أشد منه مرضا، ففي الوقت ده بيحصل إيه؟ بيحصل كده برد كده على قلبي، ويحس إن إيه؟ إن أنا مش وحدي، ما ياما ناس مبتلين أكتر مني وبيتعذبوا، رغم ذلك صابرين وراضين الحمد لله. فيبتدي إيه؟ يبتدي يتسلى ويتصبر. الخنساء رضي الله عنها وارضاها لما مات اخوها اسمه صخر، كان كافر، فلما مات وهي كان لسه كافر، كان لسه ما اسلمتش، فقالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر، وبدات تقول شويه ابيات كده شعر، وحفظت عنها تلك الابيات: يذكرني طلوع الشمس صخرا، واذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. بتقول ان انا لولا ان في ناس اخواتهم هم كمان ماتوا انا كنت قتلت نفسي، ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. التسليه دي بقى محروم منها اهل النار، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، ان حينما يدخل اهل النار سواء كانوا من المخلدين او من المؤمنين العصاة اللي هم دخلوا هيتعاقبوا ويخرجوا مرة تانية، اللي هم عصاة الموحدين. طبعا الانسان في حال المعصية لما يكون واحد من الموحدين ولكنه عصى ربنا سبحانه وتعالى فهو في مشيئة الله، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. واستدل على ذلك الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه في شرح صحيح مسلم حينما نقل قول اهل العلم في قول المولى عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الامام النووي: قال اهل العلم فلو شاء الله عز وجل ان يغفر لعبد بلا توبه لغفر له. يعني ممكن ربنا يغفر الانسان حتى لو ما تابش، بس طبعا الانسان ما يعرضش نفسه لهذه المجازفه. يعني اقول طب ما هو ربنا قادر يغفر لي بلا توبه، انا مش هتوب، ممكن ما تتوبش فلا يكون لك عند قدر عند ربنا فلا يغفر لك، فما تجازفش. فعشان كده لازم تتوب. عشان كده العلماء قالوا ان التوبه واجبه بنقل واجماع اهل العلم جميعا، ان التوبه واجبه في حق كل مسلم. اذا فلما عصاة الموحدين يخشوا مع الكفار في النار، فالكفار هيتريقوا عليهم يقولوا لهم: ما اغنى عنكم اسلامكم، انتوا اسلمتوا بقى وصليتوا وعبدتوا ربكم، واحنا كفرنا وتمتعنا وعشنا حياتنا وقدرناها بالطول وبالعرض، ورغم ذلك احنا الاثنين ايه؟ مش في الهوى سوا، لا ده في النار سوا. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يغضب لأهل الإيمان فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار فيخرجون، ثم تغلق النار على الكفار. فذاك قوله جل وعلا كما أورده الإمام القرطبي: فذاك قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي بقى يقولوا يا ريتنا كنا مسلمين. احنا كنا فاكرين ان لما دخلنا احنا عصاة الموحدين خلاص بقى ايه، ما كانتش فارقة بقى مسلم ولا كافر، فكلنا في النار. لا، فلما خرج عصاة الموحدين قال الكفار، يعني تمنى الكفار في ذلك الوقت ان يكونوا مسلمين. يبقى الرسالة التالتة: لست وحدك. الرسالة الرابعة والأخيرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، اني صدقني مجرد ان انت تقع في ازمة اتقي ربنا. يعني اتقي ربنا، مش عايز كلام عايم، انا عايز كلام محدد. التقوى كما عرفها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل. حط في قلبك خوف من ربنا، راقب ربنا سبحانه وتعالى، ما تقعش في حاجة، يعني ما تعملش حاجة تخليك حاسس ان انت ممكن فعلا تتعاقب عليه امام الله، او تستحي حتى. شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواس بن سمعان: الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. الحاجة اللي انت تكره ان الناس يشوفوها منك اكيد دي فيها على الاقل، ان لم تكن معصية على الاقل ايه، فهي شبهة، واخد بالك؟ فزي ما بتستحي من الناس من باب اولى استحي من الله سبحانه وتعالى. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يقرب الصورة قال: استحي من الله جل وعلا كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. شوف قديش انت بقى لو واحد مع واحد صالح كده، انسان فاضل، واحد من اهل العلم، واحد من اهل الايمان، من اهل الطاعه، من اهل العباده، انسان محترم، انسان تقي، وانت ماشي جنبه، فلا يمكن وانت ماشي جنبه مثلا تبص على واحده معديه، لا يمكن وانت ماشي جنبه مثلا تقول لفظ خارج، لا يمكن وانت ماشي جنبه تعمل حركه كده مش كويسه، لانك بتستحي منه. فمن باب اولى ان انت تستحضر ان عين الله عز وجل تراقبك: اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعه، ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. فمن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى ايه؟ التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى انا بخاف من ربنا، ببعد عن المعاصي، ولو وقعت في معصيه بلحق واتوب. يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ان انا كل امر ياتيني من عند المولى عز وجل فايه احاول ان انا اطبق
اتعايش مع الكتاب، اتعايش مع السنه، الامر اللي يجي من عند ربنا ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم ارفع شعر سمعنا واطعنا، ياتي النهي سمعنا وانتهينا، ويبقى العمل ايه؟ بالتنزيل. والرضا بالقليل، فالدنيا كلها قليل من قليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا، كل الدنيا بقى مش اللي انت هتاخده من الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، هي دي الدنيا، نقطة في محيط. كل الدنيا دي كلها بتتخانق على نقطة. تخيل حضرتك لما يكون مليارات المليارات، شوف ان النهارده في 6 مليار ونص عايشين، لا ده من 100 سنه كان في مليارات غيرهم، وبعد 100 سنه هيبقى في مليارات غيرهم، يعني الارض بتتقلب كما يقولون كل 100 عام. كل المليارات منذ بعث ادم، منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل المليارات التي تعاقبت عليها الايام والسنون، كل دولت كانوا يتقاطرون على قطره، على نقطه. شوف دي في الاخره، شوف بقى تخيل بقى الاخره بتعامله ازاي. فاذا يبقى والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل، لان انا ما دمت انا بخاف من ربنا، وما دمت بعمل بالكتاب والسنه، وما دمت انا عارف ان الدنيا قليل من قليل، فانا اهم كله هو جنه الرحمن ورضوان الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا في الوقت دوت الاقي نفسي طبيعي جدا، زاهد في الدنيا، مش عايز منها حاجه. مش معنى كده برضو ان انا هتدرش واسيب الدنيا، بالعكس عايزك تبقى اغنى واحد واحسن واحد وانجح واحد، بس بشرط ان انت تكون الدنيا في ايدك مش في قلبك. بمعنى ما تضحيش بدينك علشان دنيتك. تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء، تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجالة قبل ما نكمل حلقتنا، بأعلن أسماء الفائزين هذا الأسبوع بالموسوعة الذهبية. الفائز الأول الأستاذ منصور حمدي عبد المجيد أحمد، الأستاذ منصور حمدي عبد المجيد أحمد. والفائز الثاني الأستاذة زينب مسعود عبد الحفيظ علي، الأستاذة زينب مسعود عبد الحفيظ علي. والسؤال الجديد لحلقة الأسبوع ده هو: من هو قاتل الإمام سعيد ابن جبير؟ من هو قاتل الإمام سعيد ابن جبير؟ حاجة تانية عايز أنبه عليها قبل ما نرجع لحلقتنا، الحاجة الأولية إن كان في كتاب مش جديد، كتاب معمول من حوالي سنتين تقريبا أو أكتر من سنتين، كان اسمه المصارع. المصارع هو ما كانش اسمه المصارع، وكان اسمه عالم الجن والشياطين. وبعدين كان ساعتها كنت أنا عامل برنامج على إحدى القنوات بعنوان المصارع، فنزلنا الكتاب بعنوان المصارع. لكن في بعد حوالي طبعات كتيرة جدا، فصاحب المكتبة رجع لسميه الاسم الأصلي، سماه عالم الجن والشياطين. هو موسوعة كاملة عن عالم الجن والشياطين، وفيها 25 جولة بياخدها الإنسان ضد الشيطان ويشوف في الآخر مين اللي ينتصر. عشان كده كان اسمه الأول المصارع. عشان أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان لو كان حد اشترى كتاب المصارع ما يجيش يشتريه تاني باسم عالم الجن والشياطين، فيظن إن إحنا إيه بنغير اسم الكتاب عشان يتباع مرة تانية. فأنا أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، الكتاب اسمه عالم الجن والشياطين، هو نفس إيه كتاب المصارع، ولذلك كتبناها عالم الجن والشياطين وتحتها كلمة المصارع، حتى يعلم القارئ اللي هو متابع كتب ربنا يحفظكم ان الكتاب ما هوش كتاب جديد، انما هو نفس الكتاب بس مطبوع باسم جديد ومكتوب تحته كلمة المصارع. ربنا يحفظنا ويحفظكم. تعالوا نتكلم بقى عن تفريج هم الانبياء. ده عزاء لكل انسان مبتلى، علشان تعرف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيبتليك عشان يعذبك، وانما بيبتليك عشان يقربك وعشان يهذبك وعلشان يطهرك من الذنوب والمعاصي عشان يرفع درجاتك في الجنة. ولذلك من اجمل واروع طبعا كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غايه الروعه والجمال. كان الحديث ده له يعني مذاق عجيب جدا. حديث رواه الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، عمله مش هيوصله للدرجه والمنزله ديت في الجنه، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. خلاص وصل للمرتبة ديت، يرفع البلاء عن هذا العبد، أنه خلاص وصل للمرتبة التي كتبها الله عز وجل لهذا العبد. تعالوا نشوف مع بعض بقى كده في عجالة سريعة للوقت، الحياة جري بينا، شوف بقى كيف فرج الله عز وجل هم الأنبياء. أولهم سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام اللي كان عايش في الجنة،
خلقه الله بيده، خد بالك، وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها وأسكنه جنته سبحانه وتعالى، وقال له كل من كل خيرات الجنة إلا شجرة واحدة، وعين له شجرة معينة. فوسوس إليه إبليس، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني من كتر الروعة والجمال دي جنة يا جماعة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإبليس بيقول له عايز بقى تعيش في الملك والخلد والحاجات الجميلة ديت على طول، ما تخرجش أبدا، كل من الشجرة دي. فزين له الأكل من الشجرة، فأكل سيدنا آدم عليه السلام من هذه الشجرة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. شوف بلاء شديد جدا، ان سيدنا آدم بعد ما عاش في الجنة وبعد ما تمتع في الجنة، شوف الانسان قبل المتعة ليه حال وبعد المتعة له حال اخر. هات واحد فقير عايش في عشة صفيحة، وتعالى سكنه كده في قصر على البحر او على النيل، وقوله القصر ده بتاعك، وعايشته في القصر، واكلته اجمل اكل، ولبسته احسن لبس، وفسحته اجمل فسح، وعايشته في القصر، وخدم تحت ايديه، وبقى شوف بقى، وحمامات سباحه ومش عارف ايه، وساونا والدنيا بقى. وبعد شهر قلت له تعالى حضرتك بقى ارجع مره تانية للعيش الصفيح. لا يستطيع، لان هو بالنسبه له خلاص هو ما صدق طلع من الفقر والقله والذل والتعب ده كله والمهانه دي كلها، وطلع عاش بقى وشاف الدنيا. قبل ما يشوف الدنيا هو كان راضي وساكت ومبسوط، ما فيش اي مشكله عنده. انما حطتني في القصر ده وترجع تاني تعيشني في الايه، في العيش الصفيح دي تاني، ده في حد ذاته عذاب شديد جدا. سيدنا ادم عليه السلام ده انا بديك ايه، ده انا مثال ايه في الدنيا اللي هي ما تساويش اصلا حاجه، اللي بقول لحضرتك مليارات الدنيا دي كلها كانت بتتخانق على نقطه كانوا بيتخانقوا عليها. تخيل حضرتك بقى لما سيدنا آدم عليه السلام، عشان بس تستشعر البلاء عامل ازاي، عاش في الجنة، في اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومش عايش في الجنة بقى مع حد كمان، ده هو وزوجته وبس، واخد بالك، أنا وأنت وبس، وعايشين متمتعين بقى والجنة كلها تبعهم، إلا بس الشجرة واحدة، شجرة واحدة في الجنة. يعني تخيل حضرتك إن أقل واحد في الجنة يسير في ملكه كما قال الإمام المقيم 2000 عام. فتخيل ده لما يكون بقى في مين، في مليارات ساكنين في الجنة، لا ده حضرتك وزوجتك بس في الجنة. فشوف بقى النعيم عامل ازاي. وفي الاخر فأخرج آدم عليه السلام بسبب هذه المعصية من الجنة، ثم أهبط إلى الأرض. أرض بقى لا كان فيها فنادق ولا كان فيها مزارع ولا كان فيها أكل ولا شرب ولا كان فيها حاجة خالص، أرض جداء صحراء، لكن ربنا يصل له أسباب الحياة البدائية البسيطة، وخبال حضرتك أسباب حياة بسيطة جدا، وعلمه الأسماء كلها، علمه إزاي يصنع وإزاي يزرع وإزاي ينتج وإزاي يعمل كل حاجة ويعيش، وخبر حضرتك، لكنه عذاب، عذاب وتعب شديد جدا جدا. وبعدين بعد ما نزل ربنا أكرمه وخلف، خلف قابيل وهابيل. يوم يجي قابيل يقتل مين؟ بعد ما تيجي في، يعني طبعا كان كل واحد فيهم كان ربنا كرم أمنا حواء إن هي كانت بتلد ذكر وأنثى، واخد بالك، وكان في شريعته، لان طبعا كان لسه ما فيش بشر ومحتاجين نتكاثر ونتناسل ونكتر، واخد بالك، فكان يجوز ان مثلا لو انا اتولدت ومعايا اختي اتولدت معايا في نفس البطن، لما يجي واحد تاني اللي هو اخويا برضو واتولد هو واختي برضو ببطن تاني، يجوز ان انا اتجوز اختي اللي اتولدت مع اخويا وهو يتجوز اخته اللي اتولدت معايا، مع ان كلهم اخوات، لكن ده كان في شريعه ادم عليه السلام. فقابيل كانت يعني كانت اخته مثلا ايه، يعني كانت جميله جدا جدا، وهابيل كانت اخته مش جميله، فقابيل المفترض ان هو يتجوز اخت هابيل، وهابيل هيتجوز اخت قابيل اللي هي الجميله. فقابيل قال لا، هي اي نعم اختي وما يجوزليش ان انا اتجوزها، ما يجوز ان انا اتجوز اختي اللي مع هابيل، لكن انا مش ممكن اديها. فقال طب خلاص تقربها قربانا الى الله سبحانه وتعالى، واللي ربنا يتقبل منه خلاص هو اللي يتجوزها. فقربها قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، ما كان منه الا انه حسد اخوه راح قايم قتله في ساعتها، مع ان هابيل كان اقوى من قابيل، لكن قال له ايه؟ قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ليه؟ مش لاني ضعيف، قال اني اخاف الله رب العالمين. يعني احيانا يا جماعه تكون انت انسان عندك قوه انك ترد، ولكن يمنعك دينك ان انت ترد. احيانا تؤذى ويبقى اللي قدامك عمال بيأذيك ويظن ان انت ضعيف وانت تقدر ترد وترد رد اقوى، لكن يمنعك اني اخاف الله رب العالمين. احيانا واحد يفضل يدبر ليك مؤامرات ومكائد ويعمل فيك اللي ما يتعملش، وهو فاكر انه مبسوط ومنتصر وانت تقدر ترد عليه اكتر من كده 1000 مرة، لكن اني اخاف الله رب العالمين. الشعار جميل قوي قوي، يعلمنا ازاي ان احنا نتعلم لغة العفو عن قوة مش عن ضعف.
انا بعفو عنك لان انا مش ضعيف، انا بعفو عنك لان انا قوي، لان انا بحب ربنا، لان انا بسمع كلام ربنا. شوف قد ايه يعني ان انا ايه، ان انا بعفو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من كظم غيظا او من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، دعاه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الاشهاد حتى يزوجه من الحور العين من ايها شاء، اللي انت عايزه. فاللي حصل ان سيدنا ادم اخرج من الجنه واهبط الى الارض هو وزوجته حواء، وفوق ده كله كمان لما ربنا رزقه بولدين وبنتين، يوم ابنه دوت يقوم يقتل ابنه دوت. تخيل ألم الأب، عايزك تستشعر المعنى ده، ألم الأب هو بيشوف ولاده بيقتلوا بعض، ألم شديد جدا ما يعرفش يحسه إلا اللي شافه. أنا مرة جلست مع واحد، والكلام ده من سنين طويلة مش فاكرها قد إيه، فكان الراجل كان خلاص شبه عقله راح، يعني إيه يعني يرجع له شوية وراح شوية، يعني خلاص مش دارين بحاجة. فبسأل، قالوا لي الراجل ده ابنه قتل ابنه الثاني، يعني ابنه قتل اخوه. خد بالك، من يوم ما شاف المنظر قدام عينيه وابنه بيقتل ابنه الثاني وهو دماغه خلاص مخه تعب، مش مستوعب الموضوع ان ابني يقتل ابني وقدام عينيا، فكان موضوع صعب. فعشان تستشعر المعنى عامل ازاي، سيدنا ادم عاش في حزن شديد قوي وألم شديد قوي، وظل يصلي ويستغفر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويدعو، و حد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بكلمات علشان يتوب بها، ثم تاب عليه. شوف قد ايه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وربنا عوضه خير عن ابنه اللي اتقتل اللي هو هابيل، وابنه اللي عايش ولكنه عاق اللي هو قابيل، فربنا عوضه بولد كان بر جدا، وده كان اول ولد على وجه الارض بر بام وابوه، اللي هو نبي الله شيت عليه السلام. نبي الله شيت ده اللي طلع منه كل الذريات والانبياء اللي موجوده على وجه الكون ده كله، كل الانبياء طلعوا من ذريه نبي الله شيت. نبي الله شيت اللي هو ابن سيدنا ادم، هو ده اللي طلعت منه الذريات، وده كانت مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى لتفريج هم سيدنا ادم. ان كان قابيل قتل ابنك هابيل وقابيل ما زال عاقا، فهرزقها هديك ولد، الولد ده هيكون هو النبي وهيكون من ذريته كل الانبياء والمرسلين. احنا نشوف تفريجنا، انا بتكلم كلام طبعا ايه بعجله سريعه، والا فان شاء الله هيبقى في تفصيل يعني كبير جدا جدا فوق ما تتصور حينما نتكلم ان شاء الله بقى في القريب العاجل. ربنا بس يدينا طول العمر ويدينا الصحه بس ان احنا نشرح كل الحاجات دي كلها. ان انا لما اكلمك بقى عن قصص الانبياء، متعه الدنيا كلها بقى وانا بكلمك عن قصص الانبياء، واشرح لك بقى حياتهم لحظه لحظه، وعلق لك على موقفهم موقف موقف، وعلق لك على كلماتهم كلمة كلمة، عشان تتعايش وتحس قد ايه هم عملوا كده ليه، وعملوش كده ليه، وتصرفوا هنا ليه كده، وعملوا هنا وتسامحوا هنا ليه، وهنا ما سامحوش ليه. هتشوف بقى حاجات يعني سبحان الله، هتستمتع بجد مع قصص الانبياء. شوف كيف فرج الله عز وجل هم سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح يا جماعة اطول الانبياء عمرا واطولهم دعوة، دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. سبحان الله، الواحد يقعد يقول لك إيه، أنا دعيت ربنا، دعيت إلى الله سبحانه وتعالى، دعوت إلى الله سبحانه وتعالى مثلا 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، ده 950 سنة. خد بالك، 950 سنة لم يفطر، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهرا في الليل وفي النهار في كل مكان وزمان، لم يفطر أبدا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك لم يؤمن معه إلا عدد قليل جدا. شوف قد ايه، يعني واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وانتقل بقى للمرحله الثانيه، واصنع الفلك باعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. خد بالك، سيدنا نوح عليه السلام دعاهم 950 سنه، كم واحد اسلم معه؟ يقال في روايه، كلها طبعا روايات ليس عليها سند، لكنها روايات بتحكى من خلال بعض الاثار، يحكى في روايه ان هو اسلم معه 13 واحد، وفي رواية 80 واحد. يا سيدي قول 80 في كم سنة يا جماعة؟ في 950 سنة، يعني تقريبا كل 13 سنة واحد بيسلم، كل 13 سنة دعوة، ويبقى وليلا ونهارا وسرا وجهرا وفي كل مكان وفي كل زمان ولم يفطر، وكل 13 سنة تندع واحد يسلم، حاجة صعبة جدا. انت النهارده كداعية يوم ما نشوفش ثمر دعوتك خلال سنة بتلم العدة وتروح، يعني خلاص ايه بتزهق من كل حاجة، يعني تقول خلاص يا عم فاهم ازاي؟ يعني زي الداعية اللي طلع مرة بيخطب خطبة بيحكوا عنه كطرفة، يعني
انه قاعد بقى بيضع في قرية من الكرة ولا في مكان من الاماكن كده ست سنين، لحد بيلتزم ولا حد عايز يبقى خالوق ولا ولا، فبيقول لهم قلنا لكم صلوا ما صليتوش، وقلنا لكم مش عارف ايه ما عملتوش، فراح مديهم كلمتين كده وخد بالك ورزقهم كلمتين وراح نازل على المنبر واقم الصلاه. لا لازم صبر، خد بالك ليه؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر، واصطبر، لان الصبر حاجه والاستبر ده حاجه فوق الصبر، ده قمه الصبر، فانت محتاج صبر. فسيدنا نوح ده قومه 950 سنه ما اسلم معه الا 13 او 80، ومن ضمن اللي كفروا بيه تخيل حضرتك، ودي اصعب حاجه على قلب الانسان، ان انت تبقى رجل عالم ويبقى ابنك فاسد. وعايز اقول معلومه صغيره لكل المسلمين، اوعى تحاسب العالم بجريمه ابنه، خد بالك دي نقطه لازم تتاصل في قلوب الناس، يعني ما تعاملش ابن الشيخ على ان هو الشيخ، يعني الشيخ ده مش هو، هو مش احسن من سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح دعا الدنيا كلها في الوقت بتاعه ده، دعا الناس القوم بتوعه 950 سنه، في ناس اسلمت وفي ناس ما اسلمتش كتير جدا، كان من ضمنهم ابنه وزوجته الاثنين كفروا. فهل سيدنا نوح ما كانش جيد في دعوته؟ حاشا لله، ده من الرسل من اولي العزم الخمسه اللي هم افضل خلق الله، الخمسه اللي هم صفوه خلق الله في الكون ده كله، سيدنا نوح كان واحد منهم. ابنه ما اسلمش، ابنه كفر وزوجته كانت كافره. شوف تخيل حضرتك، ورغم ذلك لم يحاسب ولم يعاقب ابدا. ليه؟ انا عملت اللي عليا، بلغت بس ما التزمش. ممكن داعيه، ممكن ربنا يهدي على ايده 200 الف واحد، مليون واحد، وابنه ما يهتديش. فاوعى تحاسب الداعيه على ابنه، لانه اكيد بذل معاه بس ابنه ربنا ما قدرلوش الهدايه. يعني انا لو شفت واحد داعيه ما شاء الله رجل فاضل وابنه مش كويس، ما جيش انا بقى بعدم فهم للدعوة أقول اتفرج يا عم بعمل لي فيها داعية وابنه شوف عامل ازاي. لا، المقاييس ما تتحسبش كده خالص. الداعية حسبه هو نفسه، على خلقه، على أدبه، على معاملته، على سلوكياته، على سمعته الطيبة، على دعوته، على الكلام اللي بيقوله. إنما اوعى تحسبه على ابنه، لأنه هو ممكن يكون بذل معاه جهد كبير بس ابنه ربنا ما قدرلوش الهداية. ودي شيء كده عشان الناس اللي ربنا ما قدر لهاش هداية أولادهم، أو اللي هم بذلوا جهد كبير مع أولادهم ولم يهتدوا، يقولوا يعني إحنا مش أحسن من سيدنا نوح عليه السلام. شوف الرسالة العجيبة دي، ربنا يا رب يهدي جميع أولاد المسلمين يا رب، ويربنا أولادنا يا رب العالمين. والله الدعاء اللي بدعيه دايما يا رب، يعني إحنا ما عندناش القدرة إن إحنا نربي أولادنا التربية اللي هي 100%، لأن إحنا عايشين في فتن شديدة جدا، وإحنا بنربي والمجتمع بيمسح في المدرسة، بتمسح والإعلام بيمسح وده بيمسح إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأنت بتحس إن أنت في صراع، لكن ادعي ربك سبحانه، قول يا رب ربي لي أولادي، ربي لي أولادي يا رب. خد بالأسباب طبعا، مش ربي لي أولادي وأنا قاعد بقى في الكازينو كده ولا قاعد في النادي، لا، ربي لي أولادي وأنا ببذل جهدي مع أولادي، علمهم كل ده في ميزان حسناتك. فسيدنا نوح كان من ضمن اللي كفروا مين؟ ابنه. لما جه الطوفان بيقول لابنه تعالى، قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، كانت النتيجة، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. الله، ليه؟ لأن ربنا وصف الموجة ليه؟ قال وهي تجري في موج كالجبال. الموجة طلعت جابت ابن سيدنا نوح، جابته من قمة الجبل نزلته في قعر البحر، حاجة عجيبة جدا. شوف قد ايه بعدها، يعني سبحان الله، بي 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 حاجة بسيطة جدا. شوف ونادى نوح ربه، شوف شوف الخطاب اللي مليان حزن وأسى في قلب سيدنا نوح. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هو كان اسمه كذا نوح مثلا، خد بالك، مثلا أي اسم، ابن سيدنا نوح، خد بال حضرتك، لكن قال له ده مش ابنك. ليه؟ قال له انه عمل غير صالح، وفي قراءة انه عمل غير صالح. الله اكبر، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. الله اكبر. شفت سيدنا نوح عليه السلام كان حزن طبعا مالي قلبه ان ابنه يبقى كده، سبحان الله، لكن يأتي الفرج. يأتي الفرج من ايه؟ ان كان ابنك مات كافر وزوجتك ماتت كافرة، لكن انت يوم ما تنجح في دعوتك وتدعي بأي دعوة فاحنا هنديك اللي انت عايزه. قال جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. دي كانت النقلة الثانية أو الثالثة. آدم عليه السلام أبو البشر، يوم يجي ابنه شيت اللي هو أبو الأنبياء كلهم برضو أبو البشر، يوم يجي سيدنا نوح بقى برضو يبقى هو أبو الأنبياء كلهم. كل الأنبياء تولدوا أيضا من ذرية سيدنا نوح عليه السلام. خدت بالك؟ كل الأنبياء بلا استثناء كلهم من ذرية سيدنا نوح. وجعلنا ذريته هم الباقين. كل اللي ركبوا معاه في السفينة ما حدش فيهم خلف، شوف دي أصيبوا بالعقم، إلا سيدنا نوح هو اللي أنجب وأكرمه ربنا سبحانه وتعالى، وذريته انتشر وطلع من الأنبياء والمرسلين، ومن ضمنهم طبعا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولما قومه خلاص يعني خلاص بقى وصلوا لمرحلة من الكفر، ربنا اللي قال له كده فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ربنا ما بيقفلش في وشهم باب التوبة أبدا، ربنا سبحانه وتعالى اطلع على قلوبهم ويعلم ان هم لما تعرض عليهم اسباب الهداية هم اللي رفضوها ومش هيقبلوها. فربنا لما علم منهم كده خلاص، واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص عمل الفلك بقى وكده وكلام ده كله، بعدين هم بقى فضلوا سخرية، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فاني نسخر منكم كما تسخرون. شوف بقى يوم يجي بقى وقت ايه، وقت الانتقام. رب قال ايه سيدنا نوح، فدعا ربه اني مغلوب، ما قالش فانصرني، لان يا رب انا ما بعملش العمل ده لنفسي، انا ما بغضبش لنفسي، انا مش لما حد بيأذيني بقول يا رب انصرني عليه عشان انتقم منه، لا يا رب، انما لو كان سيؤثر على الدعوه وعلى الدين وعلى 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 في الوقت ده ادعو اقول يا رب اني مغلوب، ايه اني مغلوب، فانتصر، فانتصر انت لدينك، فانتصر انت لكتابك، فانتصر انت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، مش تنتصر لي انا، انا 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 انا, أنا راضي بقضائك وقدرك، راضي باي ابتلاء. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الارض، على امر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، للسفينة دسر عن المسامير، للألواح للأخشاب، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لو ما كانش فيه تجري بأعيننا ليه كانت غرقت؟ ليه؟ لأن ربنا قال في آية تانية وهي تجري بين في موج إيه؟ في موج كالجبال. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم لما دعا عباد الأصنام، وبعدين هم بقى في يوم عيد خروا كده ودخل كسر أصنامهم، خد بالك، وجم قالوا نرميه في النار، رموه في النار. فلما ألقي في النار قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كما قال ابن عباس كما عند البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، جاء له جبريل ألك حاجة يا إبراهيم؟ شوف جبريل بقى عليه السلام بقى ملك أمير الملائكة وأمين الوحي، قال له أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. سيدنا ابن عباس بيقول قالها ابراهيم حينما القي في النار، وقالها محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله اكبر. وتيجي المحنه الكبيره جدا جدا، سنه عدى 80 سنه وربنا رزقه سيدنا اسماعيل. ربنا وصف سيدنا اسماعيل قال ايه؟ غلام حليم. قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم فرحان بابنه بقى الوحيد، طبعا بعد كده رزق باسحاق، خد بالك، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. ودي اجمل لحظه في حياه الاب، ان ابنه يبقى ايه خلاص كبر كده خمس ست سنين كده وبيمشي معاه، يروح مشاوير ويقضي معاه هنا ويخرج معاه ويروح هنا، بيبقى اجمل لحظه في حياه الاب. فلما بلغ معه السعي جات له بقى رؤيه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال ابن عباس، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. فلما أسلم استسلم للأمر وتله للجبين خلاص يذبحه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم كما قال ابن عباس هو كبش رعى في الجنة 40 سنة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الثلاث دقائق اللي فاضلين كده بعجاله بسرعه بسرعه، كيف فرج الله هم لوط عليه السلام، وكيف ارسل جبريل ليقضي على كرة سدوم الذين كفروا بسيدنا لوط وكانوا يفعلون الفاحشه، كيف فرج الله هم يعقوب ويوسف عليه السلام، سيدنا يوسف لما القى في البئر فرج الله همه برجل يدمج الدلو علشان يجيب ميه يلاقيه فيطلعه،
وبعدين يروح هناك وبعدين يصبح حدا رقيقا. فالرجل اللي اصبح يعني نوع عزيز مصر ربنا يلقي في قلبه المحبه فيتخذوه كانه ولدا له، وبعدين يتعرض لمأساة مراودة امرأة العزيز، وبعدين يدخل السجن ويحصل ده كله، وفي الاخر يخرج من كل هذا بان هو يكون عزيز مصر، وابوه اللي بقاله 40 سنه ما شافوش واصيب بالعمى يبعت له القميص بتاعه فيكون شفاء عينيه. ربنا قدر ليه السبب ان القميص ده يعني يترمى على وجهه فيرتد ويرجع بصيرا مره اخرى، ثم يجمع الله عز وجل يعقوب واهله ويوسف عليه السلام في ارض مصر، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وكلنا نعلم كيف تعرض ايوب عليه السلام لبلاء 18 سنه وياتي الفرج من عند المولى عز وجل، ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. كلنا عارفين ماذا حدث لنبي الله عيسى ومحاولة قتل اليهود، محاولة ان اليهود يقتلوه، وربنا يقدر ان واحد يلقى عليه الشبه وسيدنا عيسى يرفع الى السماء وما زال حيا الى يومنا هذا وينزل في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى. وكيف فرج الله هم يونس عليه السلام لما القي في بطن الحوت، وكيف فرج الله هم موسى عليه السلام حينما اراد فرعون ان يقتله، واشياء عظيمة جدا. وفوق كل دوت انظروا كيف فرج الله هم نبينا صلى الله عليه وسلم اللي أذوه ورموا التراب فوق راسه ورموا سلة الجسور على ظهره وطردوه من مكة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، وآذوه في أرض اتهموا في أرضه ودبروا 9 مؤامرات لقتله، وفي النهاية يرجع فاتحا منتصرا ويقيم دولة تملأ العين والبصر في هذا الكون، ويرجع ويقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قد إيه لما الإنسان يقرأ، وأنا قلت الحاجة بسرد كده سريع، قد إيه الإنسان لما يقرأ سير الأنبياء والصالحين ويعرف قد إيه ابتلوا بيصبر ويحتسب. آخر حاجة قبل ما انهي الحلقة دي عايز أقول يا جماعة، الله يبارك في أعماركم، ربنا يحفظكم، ما لا يقل على ما سمعت ما لا يقل عن 10,000 أسرة سورية موجودة في مصر يا جماعة، الله يبارك فيكم. الأسر دي احنا ممنعش تبرعات، وانت عارفين منهجي عمري في حياتي ما ارضى ابدا بجمع تبرعات، لاني ادين الله سبحانه وتعالى ان الكلام ده مش صح، لابد يكون العمل مؤسسي. فان شاء الله حتى لا نعرض الارقام على القناة، ان شاء الله غدا ان شاء الله ان احيانا المولى عز وجل هتلاقوا على الصفحة، انزل يخش على الموقع الرسمي للشيخ محمد مصري هتلاقي على صفحة الفيسبوك بتاعت ان شاء الله، هتلاقي عليها ان شاء الله ارقام تلفوناتهم حاجة خاصة بيهم هم والتواصل معهم. وهيبقى التبرع مش ان انت تدفع فلوس، لا انا اتفقت معهم على كده، اتفقت معهم على ان انت همزة وصل بين المتبرع وبين الاسرة، يعني بتقول له منك للاسرة ادي اسرة سورية الله يبارك فيك، مش عايز اسميها تبرع الله يبارك فيك، دول اهلنا وحبايبنا، عايزين نسميها مجاهدة المال. فكل اللي هيعمله انه واحد بيجاهد بماله او متبرع بيتصل بالتليفون فبيعرفوه على الاسره، والاسره دي من خلال التعامل معها بيقعدهم في مكان يسكنوا فيه ويعملهم مرتب شهري لحد ما يلاقي وظيفه، اذا كان فيهم شاب مثلا ممكن يشتغل يلاقي له مثلا شغلانه، وبعد كده الشاب ده هو اللي يصرف على اسرته، لو ما كانش فيهم شاب وكانوا ناس كبار في السن فربنا يجزيه كل خير بيصرف عليهم، لان انتوا شايفين الاحداث في سوريا عامله زي احداث داميه، ودول اهلنا واحبابنا ولازم يتحطوا في نين عينينا، والله يبارك فيكم. يعني ان شاء الله نقبل كلنا على دعم اخواننا واحبابنا في سوريا. ولما الاخ عرض علي ان احنا نجمع، قلت له انا لا اجمع مالا على مدى دعوتي في حياتي، لا اجمع مالا ابدا، لان يدين الله ان الاسلوب ده اسلوب يعني يثير الريب والشكوك، وانا لا اضع نفسي في هذه المواضع، انما اقول من المتبرع الى الاسره منكم مباشره لبعض اصرف على الاسره دي جزاك الله خيرا، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. اسال الله ان يحفظ مصرنا من كل سوء، اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بسوء فاشغله في نفسي، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، اللهم احفظنا ولا تبتلينا يا رب العالمين، اللهم إن ابتليتنا فارزقنا الصبر والرضا يا رب العالمين، اللهم ارفع درجاتنا في الجنة، اللهم احفظ إخواننا في سوريا وفرج همهم يا رب العالمين، وفرج هم إخواننا في غزة وفي سوريا، اللهم إنهم جاءوا عفاتهم وحفاتهم فاحملهم عراتهم فاكسوهم مرضى فداوهم، اللهم
عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا واجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.